السلام عليكم، أتمنى أن تكونوا في صحة وعافية إن شاء الله تعالى. في هذه الحلقة ستقوم عزيزي المشاهد بتحميل بيس 2006 برابط مباشر عبر الميديا فاير، كيف كذلك ستنسخ الرابط الذي سأتركه في ديسكريبشن أسفل الفيديو، ستلصقه في رابط في متصفحك. بعد ذلك التحميل برابط مباشر وتتمتع بمعشوقة الجماهير بيس 2006. وإذا أردت عزيزي المشاهد أن تحولها إلى بيس 2013 عبر باتش، ستشاهد فيديو سأتركه لك في الديسكريبشن أسفل الفيديو، وأيضا سأترك لك هذا الرابط الذي تشاهده الآن. إذا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.